استاذ شحاته يتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. بعد اذن سيادتك انا كلمتك قبل كده كذا مره وباخد برايك على طول. اتفضل يا استاذ شحاته. دلوقتي عندي مراتي الله يرحمها ماتت بقى لها 3 سنين. الله يرحمها يا رب. وكان في علبه فيها شويه ذهب كده ما اعرفش ايه هم. عاوزين ياخدوها العيال، انا مش هديها للعيال. دي ذكرى من الحجه. اعرف ازاي بقى ولا مسألة سهله؟ مسألة سهله حق شحاته، هناخد شويه الذهب دول وهنقيمهم بالفلوس وبعد كده نشوف الاولاد كل واحد نصيبه قد ايه ونديله مكان نصيبه فلوس. يعني عن قيم اسمعني طيب يا استاذ شحاته، اصل الذهب ده بدل ما كان بتاع زوجه حضرتك فهو خلاص بقى اصبح ايه؟ اصبح لما هي توفت اصبح تركه. طيب نعمل ايه بقى؟ انت عايز تحتفظ بالذهب ده، هنقيم الذهب ده بالفلوس وثم نوزع بناء على حصه كل واحد من الاولاد قد ايه ونديله من الفلوس اللي هي تمن الذهب ده، وتفضل انت محتفظ بالذهب ده وتخصم منه نصيبك، انت تخصم من الثمن ده نصيبك انت من ميراثك اللي هو هيكون في الحاله دي الربع. خلاص واضح؟ واضح حق شحاته؟ نعم حق شحاته.